تيار بناء الدولة انسحب من القوى المشاركة في المؤتمر، باقي القوى موجودة في قاعة المؤتمر ومشاركة بشكل جدي وفعلي. نحن نريد مجموعة عمل عربية ودولية وأقليمية ودولية هي أطراف الأزمة أو لها دور في التأثير على بعض أطراف الأزمة الداخليين، وبالتالي تعاون هؤلاء في حل الأزمة هو الذي يضع حدا للعنف وللقتل وللتدمير ولإطلاق سراح المعتقلين. هذا المؤتمر مهم جدا، ونعتقد أنه هناك كان لابد من أن يكون المشاركة فيه أوسع، لأن هناك القوى الداخلية الوطنية الأخرى التي لم تشارك في هذا المؤتمر، ونتمنى توحيد جهود كافة أطياف المعارضة الداخلية والخارجية على أساس رفض العنف ورفض التدخل الخارجي واستعداد للحوار السياسي الشامل مع الحكومة السورية بدون أي شروط مسبقة.